السلام عليكم. سلام سلام إلهام، قال الله هذا بدنا ندفن قش مليح. الحمد لله. تزيشة الحمد لله، بارك الله فيك. ايه تتسزيش عنش الله. من غايت هنا ذا نغيني من مانيس نتا اللي غايدخل يقولنا منين هو ولا المدينة اش من بلاصة. مش كتسمعوني ولا لا؟ لا لا، شو معروفة خول لندن معروفة. شو كنت سمعك. اوكي باقي عاد ما دخلوش كاملين.
غيوصل غيوصل لهم السين مازال انستغرام عاودي نشغاري وذندني تما انستغرام أغلبية وهند السينو شي حد دخل عندنا بغينا نعرفو شكون اوكي ستة اوكي شكون اللي دخل عندنا يكتب مين مدينة ولا الاسم شكون يلا وش ناعسين ولا كم سقيس شفيه ومسقيس نهاي كمر كني وستسم إلها مش ميمي وتكذبوا اللايف ذي القناة النم نهار رحمه اوكي ايوا شمس بايا بيورنش غاري اثنين مشاق قكي ذي يما تمنعي ثنتيش تنقاث الطاس يعني التيم زيانين وخايا مني نغم نغي ما تسري مشان هو من غيني كتسمعوا شي مدابزة لا ساكنة حد الشارع مين نش غسك سقناية وفي مخ نشقة في مغس فين ساكنة في بيدفورد شمو دابيض العاصمة ايوا يلا شكون هادو اللي عندي هنايا لداخل في اللايف يسيفتو ليا منين ولا شكون ولا الاسم الا كنعرفهم ولا ما كنعرفهمش مرحبا فيكتوريا جارت ملكة اوكي جود جود لندن تريد عامة
بزاف ما كتهداش. ايوا احسن احسن ما نحسو بعد راسنا عايشين. شويت هشام انت مش زي ورا الصيغ بزاف ما كان. والله لا اي والله داني تلم على القدس ندمني يعني بنام ضروري اكتر يا كورونا مي كورونا شويت بنام يتقني ضاع الرواج والو دي بارا. لذلك نريد ان نسمع الهراج كي جاتك اللغة تطلبوا شي بيف برجر ها يا بيف برجر اوكي والله الا غنشري ما انت خضامين غنشري برا ايوا ده انت تقناري جي من شي نقا انت قاري جي مفوار دير خو دوبل كاينة هنايا في الثلاجة ديري عليها تشيز وحدة في الفران. ايوا واصلين همين قد من يقضيني تا بيتزا خاصنك كيسو وشا اتنش خاص شوية كيسو شا سيدي كبار المهم قديم لي فندق نهاري وذا نموت نيض نطوغ احسن زي نهارو ودبي قعدوا وذيفن كوري جن منيرها مش معليش مرحبا بك إلى مغاري أغاري تصبغ بيت فورد والله ألا نوافع على سلامتك مليح الحمد لله كي دايرة انتي لاباس عليك اوكي ماكدونالد بالصحة والراحة إلهم إلا سمعت شي تخرشيش عرفو راه غير الوالدة مورايا ايوا غير شنو غير نشد الشم ان شاء الله يا ربي ذي ذقري راني ريفينا الهام ذي ذانيتا قليل مرتو في شاني شتنا موس ما غير شتنا ولكن عمص مزريخت غير موس نخت غير دي فيسبوك واه اكيد دايره وفا لاباس عليك كي صبحتي مزيانه اليوم كي داير ولدك الحمد لله شكرا كي داير فيصل وقيل اليوم فيصل ما كاينش معنا في اللايف البارح قتلنا بالضحك بديك الانجليزيه لا واعره واعره بزاف انا ديت موت وحرق راغي غسوالو قلال ونيشان الشماليين اللي معمرين الانجليز وبصح كاين تحب طنجة بزاف كنعرف عندي صاحبتي وحده هنايا بعد عايشه تيا وقيله طنجاويه ولكن صاري فين ساكه ريافها معمرين هولندا اسبانيا الليمان الليمان فرنسا ونيشان يجو ما تو غيروح اي زين تو غيكو المغرب اني يدي الطوبيس اني تو غتسري غير مازيغ تو تسري قاع اني كيخفي نوا فيهم اوكي صيفط ليها عند نادية ايه وافق قلت لها عيطي انت نادية انت حس اوه شحال عندك الساعة
راه عندي 12 و6 دقايق. لا راه درت معاها، قالت لي واه هو ما نعرف، لا حيت كانت اونلاين في واتساب. احنا راه الوحده، لا احنا راه عندنا 12 و6 دقايق. لا لا فايقه، دخلت عندها لقيتها اونلاين. والو سلسبيل ما بغاتش كاع تنعس. فايقه راك كنسمع ليها، عطيتها السكته وبقات فايقه. ايش كتبت لي؟ واش حال عندنا؟ احنا رحنا عندنا الوحدة يا الفارة ديالي. لا لا اوكي. ساعة الطاولة الله يستر. درت ليك شير ورعت. ايوا عافاك بارك الله فيك، عافاك إلهام. ايوا تي وشاورش مك اللايف ورنش هذا مكغميش تقدر خوشم. ماما نادية تغوض فاس تغوض اون لاين عشان السنخ. لا حتى الغدا، الغدا اللي غادي يحلو كاع المحلات، غير يحل بريمارك وكاع المحلات ان شاء الله يا ربي. بقينا بلا حوايج. والله العظيم بالخصوص البنات، انا عندي البنات اللي خصني نشري ليهم الحوايج، شي كبر شي صغير. وفاء رجعتي ولا؟ الصراحة غنمشيو كاملين من غير راجلي، غنمشي أنا وماما وبنياتي. الحمد لله على السلامة من رجعتي. والله ما عرفتش، يمكن حيت انتي في العاصمة، يمكن هنا لا في المدن ماشي بحال العاصمة، يمكن حيت كنشوف الناس ماشي يعني كيشريو. شوف احنا وزهرنا الا كان عامر غنرجع، ما نديرش حاز حاز ماركي عارفة. وصراحة هنايا منظمين، كل واحد واخد 2 متر بين الاخر، ما كيخافوا الناس. الصفايبان وانت يا وفا حلو؟ لا وفا حلو عندهم المحلات في بلجيكا حقا، انتوما حلو عندكم قبل منا. حتى انت الا ما تخرجي تشي تقضي غدا ولا ما غاديش تخرجي؟ احنا والو تحس بشهر طبلة إلهام لاباس. احنا حلو قبل العيد،
نعمل كل شيء كي يستنى الحيوان يحلو نيشان. شكون هاد الطابلة؟ إلهام. سلام العائلة، أهلا وسهلا، كي دايرة؟ لاباس عليك؟ كي دايرة إلهام؟ كلشي مزيان؟ بصراحة بنام كيف فكر، أنا كنت دايرة بلاش ومن بعد فكرت خلاني نخرج. والله إلا بنام كينسي شوية وصافي، الدار 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 كتطلع في الراس. إلهام إلهام إلهام، بغيت نعرف هاد إلهام شكون العائلة، بغيت نعرف شكون بالضبط، حيت عندي جوج إلهامات في العائلة، واحدة بنت عمتي وواحدة أخرى حتى هي من العائلة من ولاد عم بابا. وجي لاباس حبيبتي واخا طرقتك يعني ما عرفتينيش شنو هي. كلشي لاباس حبيبتي واخا قريتي الاسم ديالي ما عرفتينيش. والله ما عرفتك شكون، واش بغيت نعرف شكون إلهام من إلهامات عندي بزاف. أم جيهان، أم جيهان من عائلة باباك، من عائلة باباك أم جيهان. شكون أم جيهان؟ هي عندها بنت؟ إلهام عندها بنت ولا عندها ولد؟ أم جيهان، أنا ما كنعرفش على داكشي كنسول. واش يمكن؟ واش إلهام مرت محمود؟ راكي قريب. وهذه اللي كنعرف عندي ايوا مرحبا بك، ايوا هكاك من الاول صاحبتي. السلام عليكم، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير. كي دايره بنتك؟ انا ما كنتش عارفه بان زدت عندك بنيه، مبروك عليك والله، يخليها لك والله يجعلها من الذريه الصالحه يا ربي. لا والله ما كنت عارفه. شنو قولي؟ والله والله ما عقلت. ماما كضحك عليا، قالت لي راه جات في عرسك، قلت لها والله ما عقلت. لا ما يمكنش، هو ما اديش عليا في عرسي، كنت في غيبوبه. العفو، كي دايرة العائلة؟ كل شي مزيان؟ كي داير رجلك؟ كي دايرة الدعوة تما في بركان؟ الله يبارك فيك، أنا جوج مرات دابا. ماشي غير مرة، الحمد لله على النعمة ديالو. آمين يا ربي لينا وليكم الجميع، وكاع اللي عندي هنا في اللايف، اللي عنده شي وليدات الله يخليهم ليه يا ربي ويشوف فيهم شنو بغى. ايوا الحمد لله، اللهم لك الحمد. ديك نهار هدرت مع زهير ولد عمتي، كنا كنهضروا وقال لي يا قلت ليه كده عندكم بركان واش تلقوكم شي؟ قال لي ودي دعوة مزيرة وانتوما واش تلقوكم؟ قلت ليه ودي حنا هنايا ديما متلوقين، خاص اللي يجمعنا من الزنقة. وفا نعستي ولا؟
آمين يا ربي. إلهام رباق. يا إلهام باق شد معايا جوج إلهامات دابا عندي هنايا حنا شوية. إيوا الحمد لله. لا حنا ديما متلوقين هنا يا أختي، ما تخافيش علينا، حنا يا ديما متلوقين. أنا دي صدابة إلا كنت نشوف نادية. صافي غير نساي هذيك، ديك غير كأنها غير موجودة. هنحاول ندخل عندها أنا نشوف. لا كنت نشوف النادية. مشكلة نادية الله دخلت ماشي بزاف دابا باش دخلت الواتساب ديالها. حداش وربعة دقايق كانت دخلت. اللي بغى يسولني على شي حاجة يسول، جبدو شي موضوع نهضرو عليه. سميت بنتك الأولى ولا الثانية؟ الأولى سميتها رودينا، عندها عام وشي حاجة، والثانية سميتها سلسبيل. كنديري من التليفون ولا بيسي؟ كندير من التليفون ولكن كنحولو للبيسي. يعني من التليفون كتقدري تخدمي به بحال البيسي، اما في التليفون العادي ما غاديش يخدم اللايف. امين يا ربي العالمين. شكرا ويخلي لك بنتك يا ربي. سماوات زوينين تبارك الله ما شاء الله، ربي يخليك. هو كنحاول نختار شي اسامي اسلاميه على داك الشيء، ما بغيتش ندير شي سميات، حاولت ندير ليهم بجوج سميات بحال الاسلاميين يكون فيهم. آمين يا ربي. علاش ما بغيتو تسولو سولو، أنا نجاوبكم. بيسي ما عنديش فيه كاميرا. ماشي ضروري بيسي يا إلهام، ماشي ضروري بيسي، تخدمي غير التليفون ديالك، دخلي لجوجل، جوجل شروم، وديري www.youtube.com، دخلي تمشي لدوك 3 نقاط اللي كيكونوا الفوق، وديري تصدير سطح المكتب، يعني كتحولي بحال البيسي وبيه تخدمي، تخلي القناة ديالك وتخدمي. المهم انا غندوز عندك الانستغرام ونوريك كيفاش الا ما عرفتيش. والكاميرات كيتباعوا عرفتي، من غير الكاميرات كيتباعوا غير صغيورين.
شنو قالت ليا؟ إلهام إلهام شنو كتبت ليا؟ تبارك الله ما فهمت شنو قلتي لها إلهام. وإلهام قالت لي شحال وانتي في يوكي؟ 4 years. يا دابا نشوف. اوكي دابا غادي في 4 سنين، ماشي بزاف، حيت 4 سنين وانا كنستنى في المغرب. ولكن إلهام طبعا انت قديمة، راه باينة غير من الهضرة ديالك، كنشوف الفيديوهات ديالك عندك، باينة قديمة هنايا. وفاش شحال وانت دابا في بلجيكا؟ عرفت مشات مريم شحال دابا؟ عام، عامين، 3 سنين، الوقت كيطير مبقيناش كنحسو بيه. لا لا، سوء عدد نار مكيناش. غادي نسيفط ندخل معانا سعاد، تكون فايقة هذيك، راه ديما فايقة مبقاش نعزت. لا لا قريب، عامين، تبارك الله، راكي غادية حتى انتي، الله يستر، الوقت كيطير يا وفاء، بحلي الله جينا. متن إلهام، وانت يا إلهام شحال وانت هنايا؟ الحمد لله على السلامة. يلا كنا كنهضر، عمرك طويل يا صاحبتي. سلام، بقي لي شهر نكمل عامين، تبارك الله. ماما كتسكن هنا ولا جات زيارة؟ الصراحة جات هنا وحصلت، ولات ساكنة هنا. لا غير جات حيت كنت حاملة، ومن قرب نولد كنت جبتها باش تقابلني، ويعني عندي البنت اخرى صغيرة حتى هي، كانت كتبقى هنايا زعما باش نشوف السبيطار يمشي معايا راجلي. ساعة مسكينة جات حصلت، 8 سنين، تبارك الله. سعاد وفاء، راكي عارفة سعاد، بلا ما نقولك شكون. إلهام راكي عارفة سعاد، بلا ما نقولك شكون. سعاد هذه من لافامي، وإلهام حتى هي من لافامي، وفاء من لافامي، وإلهام لندن هذه صاحبتي هنايا. ايوا سعاد، مليح شاني، فيها خير ان شاء الله يا ربي. دابا كنستنى، ورا قالوا في شهر 7 غيحلوا الحدود ديال المغرب، ونشوف شنو غيديروا. كنعيطوا سميتو القنصلية ولا السفارة، انا تلفت، كنا كنعيطوا ليهم في لندن، وكيقولوا لينا راه باقي حنا ما عارفينش. مليح، ايوا مليح، ايوا الحمد لله، ما بقاش مليح. ماما كانت جات، عاود جات إلهام، كانت جات المرة الأولى، وهذه المرة الثانية اللي جات هنا.
كنا غنجيبو الوالد، الحمد لله ما جبناه كرة، حصل هنايا. انتي لاباس عليكم؟ الحمد لله بخير. يا حطي، مرحبا بكم تعشوا معايا. الناس كينعسوا، كيحيدوا هادشي في الماكلة، انا كنت الشاهد. اللي بغى يسولني يسولني، قولوا لي شنو بغيتوا تعرفوا، بغيتوا نهضروا في شي موضوع، بغيتوا تسولوني على شي حاجة، مرحبا. بصحتك، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. أودي كنقتل الكمبيوتر بالطياب والعشاء، مقدرش نطيب، وجايبة بيتزا ديال الزنقة. الله العظيم العجز، اكيد مره مره بلا ما كيتوحش الماكله ديال برا. مشي ديشني ونشد الشمشم، ما يمي ريه بدا نشد الشمشم كنتفز. قلت لكم زمان حتى انا كانت عشا بصحة وراحة الزنينة، غيشم في الجيبال ده وخا نغطي عريضة شا. والله العظيم كتجي واعرة هاد البيتزا، ديري فيها، تزيدي عليها غير الفرماج والطون وشوية ذرة، واعرة. والله العظيم كيمل نفس الحاجة نفس الحاجة. مرحبا باللي دخل جديد، سلام زكريا. مرحبا بيك، كتحلم. وهشام فين راه زكريا؟ ما كاينش. الله يحفظك يحفظك، وين جيتك هشام؟ ما كاينش. لا اوكي، ولا وديني شري هشام. البنات هدر اخويا، غنولي نديرو بكري شمال. سلام زين، اهلا وسهلا. قعد فقط، وفاء عملكي ما كتجاوبينيش. فين بلجيكا؟ هاش كتبتي يا سعاد؟
جمعي دنا لا اذا نطو غير في عطا شويه اذا نطو غير شويه عطا واه كنقدم لكم هذه واحد صاحبة عزيزة عليا بزاف 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 وغالية هي من الناظور تاع هي وانتم تقاتلوا تغير ريما قزريغ ستاتي ستاتي نومي تسعس دوي وين دي واتساب الله يحفظك وين تشيك وراشم سلام سلام زكريا زكريا راه دارت لك سعاد السلام الزين قول لها عافاك تحترمك ما مش جاني حنجان كلشي مليح شملال حيت انا ساكنه في امبريس ايوا سعاد تود سامني غلا غير 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 خايف من غير تسرع موان ماني ماني هي معليك قد زي معليك قد زي ثمي تمسر القام يعني يجنز في ونغنيت امني ضوطة والله فاميلي يجنز في ونغنيت بعدا وروال وقع حداك اواش حداك ولا لا سعاد زكريا قال انا ساكن في موزمبيق واش حتى انت راكي هنا سعاد ما عرفتش فين كتغبر واقيلا ملا هي مع شي تبصيل ديال المرقة هذا ولا شي طاجين داخله فيه طول وعرض سقسامي سقسامي ريما خص هذا يتسقسام خشو نحاج تسقسام هنا يا فاطمة ممش جاي ما مقت ملاح والحمد لله وضع بيضرق النوم اوه ماي جاد راكم حدا بعضياتكم اه يا ربي يا ربي ما تكونوش حدا بعضياتكم باش ما يجينيش السم يا ربي يا ربي مش متلاقاوش نضربي فاطمة تروح تضحك مسمومة أني غم يا ربي قد تتاغك يوم زعما باش تمسرق وين شو تقيم واحد يا اخي الساكوري جنا لي يقيم واحد صرخ هو جيبو غنشوان باش يديري العدل بغيت نسولكم واحد السؤال وتجاوبوني اللي متفق يقول لي واخا
أنا في دورنا أنتي. كل وحدة تقول لي البلية ديالها، يعني كتكون دايما عندها شي حاجة خاصها ديرها ولا بس، يعني ما يمكنش ما يدوزش النهار وما تديرهاش. فكروا مزيان، الحاجة اللي كديروها يعني الحاجة اللي كديروها ديما مستحيل تستغنوا عليها، يعني كتكون فيكم بلية. أنا كان يلا جاوبه. النعاس ديال الصباح بليا إلهام قالت لي نشرب قهوة. آه دي ماما، حتى ماما بليا بالقهوة، إلا ما شربتش قهوة ما تكونش مزيانة. آه خيتها وفا قالت لي النعاس، كاع مضروبين على النعاس. أنا الصراحة ما كنعسش في الليل وكان صبح فايقة، يعني ما عنديش النعاس مريقل كاع. ليش ما سعد انا ناس فيق بكري انا لا بالعكس كيعجبني فيق بكري باش نحس بالنهار. بقى سعاد ما جاوبتنا، شتا هي مليا بالقهوة واقيلا. ايه بحال بحال إلهام. لا انا عندي النعاس مرون ولا ما عرفتش علاش وليت ما كنعسش بالليل، يعني دابا نبقى فايقه حتى الثلاثة ثلاثة ونص عاد داك النعاس بزز باش غادي ننعس. وفي الصباح كنفيق بكري، حتى في الصباح ما كيجينيش النعاس، يعني ما كنعسش مقاده كاع. إلهام اللي في لندن عندك شي بنت كبيرة ولا عندك بنات وليداتك صغار وصافي؟
قيل إلهام الأخرى مشات تنعس. اختي نادية ما كايناش في العالم كاع، صيفط عندها وفاء، انا صونيت لها والو، ما عرفتش هذيك فين كتحشي التليفون وعلمتها صغيرة 6 سنين، ولكن بالصيف باش كتمشي تنعس. اوكي، صعيب هكا حيت الدراري صار خصهم ضروري ينعسوا. واضح حاجة بقاو حرصوني غا سوالو، انا ماني تقع عرمه غاسك وعشي ناس قد كريج لايف مغني تني صافي قام تدفق مني غا عرمه هي عرمه غاس والو فتو غات اونلاين دي واتساب سيفت لها والو. هي ديما والو، يا فين عمر سيفتنا لها وجاوبات. غنولي ندير اللايف شوية بكري يعني في العشية، بنام يكون جالس وصافي حسن من الليل. يا غنديرو مع العشية حسن، حيت عندي بنات اخرين باغيين يدخلوا حتى هما في اللايف، ولكن ما كي بحال في الليل لا. ها شنو هما فيصل الراجل وفى لا البارح قتلاتني كملت عليه باش قالت لي راكي دايرة تراديكسيون. ياك ايوا صافي، غنبقى نديرو في العشية احسن، نولي نديرو في العشية. ايوا وصافي، نولي حتى الكاميرا نحطها في الجهة الأخرى يعني ما نخليهاش هكا، حيت داير عليها سكوتش البنات. ايه وراني في التقدم 2020 سكوتش. هكاك انا لا صراحة بقيت شايف التليفون قلت لكم ما نعسش لوغدا ان شاء الله يا ربي. تضحك سعد ايوا احترموني ودابي روح هذيك تكاية غير قيم نخو على ورايا الصين ايوا. المهم البنات نخليكم دابا سيروا تنعسوا حتى الغدا ان شاء الله ونعاود نحل اللايف. المهم انا غادي نصيفط لكم كاع في ميساج الا بغيتو تدخلوا. المهم مع هذيك 3:30 ما عرفتش معايا شتو، ما تكونوا مسالين 3:30 4 5 ما عرفتش هكا، ونتلاقاو ان شاء الله يا ربي. المهم تصبحوا على خير، تهلاو في ريوسكم وفي وليداتكم وحتى غدا ان شاء الله. صافي حتى انا دابا غنمشي نخت شويه في التليفون. يلا وفات الله يفرسك، شكرا بزاف بزاف، تصبحي على خير، تلقاي الخير. سعاد كريمي رش ما سعاد تحت صد، يلا روح تصد الزينينو ان شاء الله. تصبحي على خير، تصبحي على خير يا إلهام، عافاك الزينين وبارك الله فيك. يا الله، السلام عليكم.